السلام عليكم ورحمة الله اليوم إن شاء الله موضوع درسنا المساحة تنين للصف الرابع الأساسي في الدرس السابق تعلمنا كيفية إيجاد المساحة من خلال شبكة المربعات اليوم ان شاء الله رح نتعرف كيفيه ايجاد المساحه للمستطيل وللمربع دون استخدام شبكه المربعات. لكن بدايه خلينا نراجع مفهوم المساحه كما تعلمناها سابقا بانها عدد الوحدات المربعه التي تغطي الشكل. المساحه بتكون داخليه. وحده قياس المساحه هي الوحده المربعه اليوم ان شاء الله راح نستنتج ونتوصل قانون لايجاد مساحه المستطيل وقانون لايجاد مساحه المربع خلينا نتابع الاشكال الموجوده امامنا في عنا مستطيل بدايه رح نشوف كم وحده مربعه يتكون هذا المستطيل، من كم وحده مربعه يتكون هذا المستطيل، خلينا نعد مع بعض ومثل ما تعلمنا سابقا انه كل مربع صغير من هذه المربعات يمثل وحده مربعه واحده، خلينا نعد واحد تنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة 11, اتناش نكتب هون مساحة المستطيل اللي هو الشكل رقم واحد تساوي اتناشر وحدة مربعة لكن الآن خلينا نشوف أبعاد هذا المستطيل من خلال الرسم من خلال الرسم خلينا نشوف أبعاد المستطيل أبعاد المستطيل هي الطول والعرض نقصد بأبعاد المستطيل طوله وعرضه مثل ما بنعرف المستطيل عبارة عن شكل رباعي في كل ضلعين متقابلين متساويين ومتوازيين هون عنا الطول وهون عنا العرض خلينا نعد كم وحده طول واحد اتنين تلاته اربعه اذن بنكتب طول المستطيل يساوي اربع وحدات طول اربع وحدات طول نشوف العرض واحد طبعاً لما بنعد وحدات الطول إنه كل ضلع من أضلاع المربعات الصغيرة مثل ما تعلمنا في درس المحيط طول كل ضلع عبارة عن وحدة واحدة تمثل وحدة واحدة واحد تنين ثلاثة عرض المستطيل يساوي ثلاث وحدات طول. الان خلينا نربط مساحه المستطيل اللي طلعت معنا اللي هي 12 وحده مربعه نربطها بالاربعه اللي هي طول المستطيل ونربطها في الثلاثه بنلاحظ انه 12 عباره عن حاصل ضرب الاربعه في الثلاثه الاربعه ضرب ثلاثه بتعطينا 12 لكن الاربعه ماذا تمثل تمثل الطول اللي هي طول المستطيل ضرب التلاتة بتمثل عرض المستطيل 12 ماذا مثلت في السؤال؟ 12 كانت عبارة عن 12 وحدة مربعة اللي هي مساحة المستطيل مساحة المستطيل إذا من هنا نستنتج بأنه مساحة المستطيل تساوي الطول ضرب العرض. هذا هو قاعدة مساحة المستطيل قانون مساحة المستطيل. يا ريت نحفظها ولازم نحفظها لأنها بتسهل علينا كتير في الحل. وهون عنا مربع بداية خلينا نعد الوحدات المربعة المكونة لهذا الشكل بمعنى آخر لنجد مساحة المربع من خلال عد الوحدات المربعة ضمن شبكة المربعات واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى اثني عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة واحد ثلاثة أربعة خمسة خمسة وحدة مربعة خلينا نشوف طول ضلع طول ضلع المربع من خلال شبكة المربعات بنعد بشكل خارجي اللي هي الحدود كم وحدة طول واحدة تنتين تلاتة أربعة خمسة جميع أطوال أضلاع المربع متساوية رح نلاقي هون خمس وحدات طول هون خمس وحدات طول وهون خمس وحدات طول إذن طول ضلع المربع خمس وحدات طول لكن ما علاقة الخمسة وعشرين بالخمسة بنلاحظ أيضا من حفظنا لجدول الضرب إنه خمسة نلاحظ أن خمسة ضرب 5 تعطينا 25، الخمسة عبارة عن طول الضلع، عبارة عن طول ضلع المربع ضرب طول ضلع المربع راح تعطينا 25 اللي هي المساحة بين قوسين مساحة المربع اللي هو الشكل رقم 2 إذا من هنا نتوصل إلى أن مساحه المربع تساوي الضلع ضرب الضلع القاعده لازم نحفظها مساحه المربع تساوي طول الضلع ضرب طول الضلع والان معانا مجموعه من الامثله المثال الأول مستطيل طوله 9 سنتيمتر وعرضه 5 سنتيمتر جد مساحته مستطيل طول طوله 9 سنتيمتر وعرضه 5 سنتيمتر جد مساحته هلا عندنا هون رسم تقريبي للمستطيل بدنا نحدد عليه الأبعاد هون 9 سنتيمتر اللي هو الطول يقابله أيضا الطول 9 سنتيمتر وهون عندنا العرض خمسة سنتيمتر خمسة سنتيمتر تطبيق مباشر على قاعدة مساحة المستطيل تساوي الطول ضرب العرض نعوض محل الطول بالتسعة ومحل العرض بالخمسة تسعة ضرب خمسة 45 سنتيمتر مربع. لازم ننتبه لوحدة المساحة هون تربيع الجواب كان 45 سنتيمتر مربع. وهلا يا رابع معنا المثال الثاني جد مساحة الأشكال المجاورة. إذا انتبهنا للشكل رقم واحد في عنا مستطيل معطيني أبعاده المقصود في الأبعاد الطول والعرض. عنا الطول سبعة سنتيمتر والعرض 3 سنتيمتر بنعمل تطبيق مباشر لقاعدة مساحة المستطيل مساحة المستطيل تساوي الطول ضرب العرض بنحط سبعة ضرب ثلاثة يساوي واحد وعشرين سنتيمتر مربع ما ننسى وحدة المساحة مربع ليش هون حطينا سنتيمتر؟ لأنه عنا أبعاد المستطيل اللي هن الطول والعرض بالسنتيمتر الشكل رقم تنين عنا مربع مثل ما احنا شايفين المربع جميع أطوال أضلاعه متساوية عنا ستة سنتيمتر طول الضلع نطبق مباشره على قاعده مساحه المربع تساوي طول الضلع ضرب طول الضلع عندنا الضلع سته ضرب سته رح يعطينا سته وتلاتين سنتيمتر مربع اللي هي وحده المساحه ما ننساها المثال الثالث قطعه ارض مستطيله الشكل مساحتها 1200 متر مربع طولها 60 متر جد عرضها قطعه ارض مستطيله الشكل مساحتها 1200 متر مربع طولها 60 متر جد عرضها احنا هون عاملين رسم تقريبي للارض مساحتها 1200 متر مربع طولها 60 متر بدنا نوجد عرضها نستخدم قاعدة مساحة المستطيل بما أنه الأرض مستطيلة الشكل نحكي مساحة الأرض تساوي الطول ضرب العرض بنعوض محل المساحة ب وميتين متر مربع والطول عندنا ستين ضرب العرض عندنا قيمة غير معروفة هلأ إن شاء الله راح نعرفها راح نستخدم القاعدة لإيجاد عرض قطعة الأرض العملية العكسية لعملية الضرب هي أننا نقسم مساحة الأرض على الطول مساحة الأرض على طول الأرض فبنحكي عرض قطعة الأرض عرض قطعة الأرض تساوي مساحة الأرض على طول الارض بنعوض محل المساحه بألف 1200 على 60 ملاحظين هون نقدر نختصر احاد صفر احاد المقسوم مع صفر من احاد المقسوم عليه بنعمل خطوه جديده بصير عندنا 120 على ستة بنخبي على صفر المية وعشرين حتى نسهل عملية القسمة بصير 12 على ستة تنين وبننزل الصفر الجواب عشرين متر هون عرض قطعة الأرض عرض قطعة الأرض إذا عشرين متر عرض قطعة الأرض وبهيك يا رابع بنكون انهينا درسنا لليوم بتمنى تكونوا استفدتوا معنى واجب بيتي مربعة مربع حديقة مربعة الشكل مساحتها 64 متر مربع جد طول ضلعها، حديقة مربعة الشكل مساحتها 64 متر مربع جد طول ضلعها، بتمنى إنه نحله بطريقة صحيحة، ومعنى واجب من كتاب التمارين صفحة 64 تحدي واحد زائد تحدي تنين، وما ننسى نحفظ عن غيب مساحة المستطيل تساوي الطول ضرب العرض وعندنا مساحة المربع تساوي طول الضلع ضرب طول الضلع.